اللي هي كتقاوم الظروف الظروف اللي كنعيشوها حاليا. دونك الى سمحتوا غنعطيكم نبذة على الجمعية قبل ما نهضروا على هاد اليومين اللي قلنا به اللي كنقوموا بهم. دونك حنا كجمعية جمعية مبادرة الفلاحة البيئية بالمغرب تخلقنا في 2015. الهدف من الخلق ديال هاد الجمعية هو تطوير الفلاحة الإيكولوجية او الفلاحة المستدامة. وشنو كنقصدوا بهذه الفلاحه المستدامه؟ هي فلاحه اللي كتنتج بلا ما تضر، يعني ما كان مجموعه ديال الاشياء اللي كنشتغلوا عليهم وكنشتغلوا بهم باش نحافظوا على الموارد الطبيعيه. ملي كنهضر على موارد طبيعيه كنهضروا على التربه، كنهضروا على الماء، وكنهضروا على التنوع البيولوجي، وكنهضروا على الطاقه. دونك اليوم حنا كنتلاقاو على واحد العنصر اللي هو مهم، يعني ملي كنهضروا على البذور راه داخله في التنوع البيولوجي. ملي كنهضروا على البذور اللي هي مقاومه لواحد الظروف اللي كلنا كنشوفوها وكنعيشوها، ندره الماء، يعني كاين تغيرات مناخيه ولكن كاين يعني اللي كنحسوا به هو ندره الماء، والفلاحه كيعيشوا هذا الشيء هذا وكيشوفوا عام على عام المستوى ديال الماء كينقص عندهم في البيار، الشتاء ولات قليله. دونك يعني شنو فين خصنا نمشيو الا في اتجاه ديال اننا نستعملوا ولا نحاولوا منين بغاو ننتجوا نختاروا النباتات اللي هي كتقاوم هاد الظروف الصعبه، ونستعملوا يعني اساليب ديال الانتاج اللي هي كتقاوم هاد الظروف الصعبه. ومن هنا جات من هاد الظروف هادي جا الفكره ديال البذور الاصليه. كاينه عندنا في المغرب كاين بذور اللي هي مقاومه للظروف الصعبه، كيخصنا نقلبوا عليها فيما كانت ونكثروها. دونك حنا اليوم يوم تحسيسي بالنسبه للفلاحه، بالنسبه للمستهلكين، ومعنا مجموعه ديال لي انستيتيوشنيل اللي ان شاء الله غادي نديروا واحد طاوله اللي غنتناقشوا معها مع الناس اللي هما كاين اللي كيديروا بحوث على هاد البذور. كاين معنا جو سوي ديزولي تانوس من نيكاردا، ام سوري اي كانوت سبيك. دونك ليكاردا هي واحد المؤسسه اللي هي عالميه اللي كتحافظ على البذور وكتشتغل كثير على البذور اللي هي مقاومه للجفاف. معنا الناس ديال لينغا، معهد البحث الزراعي، معنا الناس ديال ليانفي، معنا الناس ديال لونسا جو بونس فين لينفي معنا لونسا شكون معنا لونسا، ومعنا السي المداحي من المركز الاستشاره الفلاحيه. ومن هذا المنبر كنشكروا بزاف لان تحنا الفرصه اننا نديروا هذا اللقاء في مكان اللي هو ديال الاستشاره الفلاحيه. كنشكروا بزاف وكنعطيه الكلمه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيده الرئيسه المداحي محمد ممثل الاستشاره الفلاحيه، رئيس مركز الاستشاره الفلاحيه بسلا، التابعة للمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بجهة الرباط سلا ميترا. مرة أخرى أرحب باسمي وباسم جميع مستخدمي الكتاب الوطني للاستشارة الفلاحية، السيدة رئيسة شبكة مبادرة الفلاحة البيئية بالمغرب وأعضاء المكتب والحضور الكريم. I am sorry for the Englishman. Je m'excuse pour les collègues francophones, je vais m'exprimer en arabe. Pour faire passer un certain nombre de messages à nos agriculteurs adeptes de ce mode de production en agroécologie. Donc, rejoignant le monde, il y a la filaha écologique ou la filaha bi'iya. Je ne vais pas dire un hard qui est académique, parce que nous sommes aujourd'hui avec une filaha et un fada qui est naturel. Et nous sommes dans le centre de la jamia. لجميع الفلاحه ولا جميع المؤسسات التابعه لوزاره الفلاحه. اي انسان عنده واحد نشاط فلاحي فمرحبا به، الباب مفتوح. رجوعا للموضوع ديال البذور الاصيله،
انا غادي ننطلق من واحد المجموعه ديال التجارب عشناها في المغرب لمده سنوات باش نستنبطوا منها او نستخرجوا منها واحد المجموعه ديال الخلاصات وواحد المجموعه ديال الرسائل اللي ندوزوا للفلاحه. انا عشنا واحد التجربه في منطقه ديال الشاويه في سنوات اواخر الثمانينات بدايه التسعينات، وربما الاخوان راه عاشوها، اننا كنتاسس واحد النادي ديال الأربعين. شنو هذا النادي ديال الأربعين؟ هو كان واحد المجموعه ديال الفلاحه اتفقوا على ان اي فلاح وصل 40 قنطار في الحبوب يدخل هذا النادي. هذه في سنوات اواخر الثمانينات بدايه التسعينات. هذو الفلاحه كيجتهدوا باش يدخلوا لذاك النادي باش يستافدوا من الخدمات ديال ذاك النادي بما فيها توزيع جوائز، بما فيها سفريات، بما فيها حفلات. الناس بدات كتجتهد. كانت سنوات ممطره. حنا كنستقبلوا في المنطقه ديال الشاويه 500 ملم 600 ملم. الناس بدات كتهافت باش تدخل ذاك الاسمو، بداو كيقلبوا على بذور اللي يمكن ليها تسمح له انه يدخل للنادي. الناس مشاو قلبوا على بذور اجنبيه، تيدير البذور البرازيليه، المكسيكيه، اسبانيه، ايطاليه. الناس بدات انتقلت من 40 قنطار وصلت ل 70 80 قنطار، ولا كلشي في هذا النادي. شنو المشكل اللي طرح؟ من بعد توالي سنوات الجفاف بدات المردوديه كتهبط. هذوك البذور ما بقاش كتاقلم مع 200 ملم 150 ملم. الناس ما بقاوش يوصلوا حتى ديك 40. حان الاوان انهم باش يرجعوا للبذور اللي هي اصليه. طبعا بدات كتنقرض، وهذا خطا كبير. كنا ساهمنا، كل شيء كان يتهافت على المردوديه. ما يمكنلكش انت باقي صاحبك كيجيب 80 وانت باقي تجيب 40. نوض دير انت، نوض خدم، نوض. فخدمنا كلنا في هذا الاتجاه، مشينا مع المردوديه ونسينا الجوده ونسينا البذور الاصليه. ملي جات سنوات الجفاف كيف قلت اخوان رجعوا، بقى يرجعوا للبذور تلقاهم ما كايناش، بدات كتنقرض. وهنا ما تفوتنيش الفرصه ننوه في المجهودات القيمه اللي كيقوم بها المعهد الوطني للبحث الزراعي والمعهد ومركز البحوث الزراعيه في المناطق الجافه ليكاردا، اللي كيقوموا بواحد المجهود كبير باش يستنبطوا لنا واحد المجموعه ديال الاصناف، ولكن مع كامل الاسف كنجيو للسوق كنلقاوها قليله. السؤال كيبقى مطروح لنا جميع، علاش هاد الناس داروا واحد المجهود استنبطوا لنا خصوصا في السنوات الاخيره، بداو تيخدموا على المقاومه ديال الجفاف او على الاجهاد المائي، تيبداو تستنبطوا لنا يعني اصناف اللي هي مقاومه، ما غاش نقولوا مقاومه، ولكن تتاقلم مع الظروف المناخيه اللي هي بدات كتغير شيئا فشيئا. فاخوان تيديروا هذا المجهود، ولكن في السوق ما كنلقاوش هذا البذور، تلقاو قليله بكميه قليله. هذا اولا، هذا المثال الاول. المثال الثاني هو امثله عديده. المثال الثاني هو ديال القطنيات في النواحي ديال الزعير. كلشي كان كينتج كيقلب على الفاريتي وقلب هذه باش يبرودوي برودوي، ولكن جات الجفاف كذلك. رجعنا للبذور ديالنا ديال حبس البلدي بهذا المفعول، ما لقيناش كنلقاو هادشي. الان كاين تهافت في الاسواق على الزراعه ديال العدس. دابا الان اللي عنده الزراعه ديال العدس البلدي يطلب الثمن اللي بغى دابا، اللي عنده الحبس البلدي يطلب الثمن اللي بغى، اللي عنده الفول البلدي يطلب الثمن دابا اللي بغى. والامثله كتمشي تمشي كذلك. العطريه، العطريه فرحابنا، نتكلموا على الكمون، نتكلموا على القزبور، نتكلموا على الكرافس، نتكلموا على البطيخ الاحمر. عرفتوا ما وقع في البطيخ الاحمر وما وقع في الفراوله. البطيخ الاحمر اللي كنا كناكلو وحده درهم درهم ونص وبجوده عاليه وهناك اكتفاء. اليوم كتاخذوا ب 7 دراهم 8 دراهم. ورد بالك لان كنشوف شنو وقع في البطيخ الاحمر وشنو وقع في الفراوله. هذا موضوع اخر ما يمكنش يدخلوا فيه. الميساج ديال هذا الشيء، هذا يعني وراء هذا الشيء، هو اننا خصنا نحافظوا البذور ديالنا، نرجعوا البذور ديالنا حان الوقت. وراه رحنا غاديين يمكن نستمرينا في هذا واحد الوقت غادي نقارد البذور. وكلكم راه كتمشوا للمارشي، وحنا في اطار العمل ديالنا كمستشارين فلاحيين اللي كتكون عندنا واحد الجولات في الاسواق الاسبوعيه باش نطلعوا على الوضعيه ديال التامين ديال الاسواق، وكنطلعوا على الاثمنه ديال المنتوجات المعروضه. ملي كتمشي عند بقال او عطار او هذا وكتبقى تسولو شحال داير هذا القزبر، واش بغيتي القزبر البلدي ولا الرومي، واش بغيتي الكمون البلدي ولا الرومي، واش بغيتي الروز البلدي ولا الرومي، واش بغيتي اللوبيا البلديه ولا الروميه. هذه الكلمه ديال الروميه
في سطناها ولات عندنا شيئا حاجه اللي هي كورونت يعني واحد المساله اللي هي مقبوله. لا لا اسمع علاش تهضر مع داك السيد الا دخلتي معاه الاجتهادات انك دخلتي معاه في النقاش كتقول له شنو الفرق بين هذا وهذا؟ تقول له هذا بالرومي مداوي ونقي وساهر اسمو عاود زيد معاه اجتهاد تقول له وعندي الدراري وعندي هذه وخا تنخاف يدخل شعر يقول لك ولا خذ هذا البلدي خذ هذا البلدي راه ما مداويش وهذا راه مزيان وخا شويه خاصك تنقيه وخاصك دونك هذه المساله ديال بلدي ورومي راه بدات مشات عندنا بعيد عندنا في الروز عندنا في الامثله عديده راكم كلكم كتعيشوا في المارشي وكتشوفوا شنو كاين دونك لابد من الرجوع وخصنا نخدموا جميع وكل واحد مجهود جبار كتقوم به الشبكه وسورتو هاد الناس الاولين اللي بادين راه عليهم واحد الحمل ثقيل عليهم حمل ثقيل غادي يصبروا شي شويه غادي يصبروا لان المسار طويل وكاين كاين ناس كتخدم في الاتجاه وهاد الناس كتخدم في الاتجاه فخاص الانسان ديال الاخوان ديال المبادره ديال الشبكه ولا التعاونيات اللي تابعه لها واحد المجموعه ديال التعاونيات كنشوفهم هنا راه في الاخوات والاخوان راه تبارك الله عليهم راه صبروا كيكملوا من عرقهم كيكملوا من جيابهم كيكملوا من اسمهم غير باش يفرضوا راسهم امامكم مسار طويل امامكم صبر طويل لانه باش نوصلوا ونفرضوا اننا نرجعوا نعاودوا نحيوا هاد البذور الاصليه ونعاودوا نوجدوها في السوق ونعاودوا نعم للاكتفاء الذاتي نعم للسلامه الغذائيه نعم للامن الغذائي ولكن كذلك نعم للصحه الغذائيه بغينا ناكل شي حاجه اللي هي نمشيو للمارشي ونمشيو مطمئن ناخذ جيب دلاعه وانا جايبها لولادي عارف شنو فيها جيب فراوله وانا جاي مطمئن جيب عدسه وجيب حمصه وجيب بطيخه وجيب وما الى ذلك راه المغرب كله الى تسارينا في البذور راه كنلقاو لا الرومي ولا البنت ولا الرومي ولا البنت المساله الرومي راه خصنا نحاولوا ما امكن ما كنقولش خصنا نحاربوها ولكن ما امكن ان ما نفرطوش في البلدي لانه غادي نكون ساهمنا جميع في القيراط ديالو وغادي جاي اجيال من بعد ما عرفناش السنوات اللي جايه كيفاش غتكون الحال المطيره كيفاش غيكون احنا كتشوفوا دابا الاجهاد المائي المشكل ديال كيف ذكرت الاستاذ على لاكريز ديال الكيمستري سيدريك دابا كاين مشكل ديال الاجهاد المائي وكاين نقص التساقطات المطريه وكاين كتشوفوا السدود اللي كاين سدود اللي جفت عن اخرها مع كامل الاسف دونك سنوجدوا الاخوان ديال اللي راه كيدير راه خدامين ولكن خصنا نساعدوهم ملي تخرج واحد الصيف جديد لا سمو اللي هو مقاوم الجفاف وخصنا كلنا نمشيو نكثروا منه ناخذوا منه ما نخليش هو بجانب ونمشي انا نتهف وراء واحد الصيف فعلا غادي يعطيني اكثر منه مردوديه ولكن جوده غادي يكون اقل وغادي يكون ساهمت كذلك في القيراط او في ابخاس بخس العمل ديال الاخوان اللي خدموا واحد سنوات باش يوجد لنا ذاك الصيف فالمسؤوليه علينا جميع كمستشار فلاحين كفاعلين كجمعيات كتعاونيات كفيدراليات كجميع اننا نساهموا ونديروا اليد في يد باش نرفعوا هذا البذور. الحديث يمكن طويل باش ما نطول شيء اشكركم مره اخرى وارحبكم في هذا الفضاء المتواضع واتمنى التوفيق واتمنى الاستمراريه لهذا السيد مداحي حنا جد سعداء بالانخراط ديال جميع المؤسسات في هذا النص حنا خدامين كلنا في نفس الاتجاه. الى سمحتوا لي بغينا نديروا واحد طاوله مستديره اللي غادي نعيط فيها على مدام بالحبيب من معهد البحث الزراعي معهد انستيتيو ناسيونال الاستاذه من دينا استاذه منى ماذا بيا الاخ لونصاي الا بغى يلتحق بينا. بغينا نديروا واحد الطاوله مستديره نشوفوا شنو هي نحاولوا نتناقشوا مع بعضنا شنو هي العلاقه ما بين هذه البذور الاصيله المرونه والسياده الغذائيه. وماذا بيا شي واحد من الفلاحه ديالنا سي مصطفى الا بغيتي دخل معاهم في النقاش وبطبيعه الحال صديق الحوار غيكون مطلوب يعني اي واحد يقدر يعطي الراي ديالو نحاولوا نتناقشوا نشوفوا شنو كيفاش هاد البذور الاصيله. دونك هذا طابلو روند غادي نتكلموا بزاف على واحد لو بي واحد لا باز ديال حنايا عندنا لاغويكولوجي وحنايا بحال اللي عارفين اون لاغوي اوني دون لاغويكولوجي دونك عندنا واحد العقل شويه ان بو سبيسيال
c'est-à-dire que on est très convaincu de la philosophie de l'agroécologie, on la défend et on mobilise autour des principaux thèmes de l'agroécologie. Les piliers de l'agroécologie, la base de l'homme, il y a la semence. La semence, c'est la vie. Les semences qu'on appelle les semences paysannes ou la traditionnelle, donc les principaux mots que l'on utilise pour qualifier des semences. Semences traditionnelles ou paysannes. Les semences, c'est la vie, c'est la base de la vie végétale, humaine, animale, de toutes les vies. Donc les semences, elle la table ronde de thème l'Irtarina, je remercie aussi nos invités, les semences résilientes, c'est-à-dire les semences qui résistent. Le thème, les semences paysannes, la résilience, c'est-à-dire la résilience, il y a la capacité de renaître. Quels que soient les freins, ou là, les obstacles, ou là, les coups durs dans l'agroécologie, dans l'agriculture, dans la vie, la capacité de il n'y a aucun obstacle qui nous met par terre chaos pour toujours. On a toujours avec la capacité de nous relever. Donc le lien entre les semences paysannes, la résilience et la souveraineté alimentaire. Donc la première question sur laquelle je voulais faire réagir nos invités, c'est qu'est-ce qu'on entend par, un mot qui est important, la souveraineté alimentaire. On a une petite explication de la souveraineté alimentaire. السلام عليكم سميتي تغنتي منى وباحثة بالمعهد الوطني للبحث الزراعي و سبيسياليتي ديالي هي لاميليوراسيون جينيتيك دونك سي لا كرياسيون دو فاريتي برينسيبالمون دو سيريال alors la, je dirais حنا هاد السيادة الغذائية هي اللي علاش كنخدمو السيادة الغذائية هي البلاد ديالنا تستعمل الموارد ديالها بلا ما تلجأ للخارج وخصوصا على ان تيرم دو سومونس يعني حنا بالنسبه لينا خص البلاد ديالنا توفر الفلاحه ديالنا البذور الملائمه اللي غادي تكون مؤقلمه مع الظروف المناخيه ديالنا اللي كتواجه هاد التحديات ديال الشانجمون كليماتيك دون اللجوء الى استيراد بذور من الخارج دونك انا هذا هو المفهوم ديالي ديال السياده الغذائيه ان تيرم دو سومونس دو سومونس فيجيتال دونك ميرسي بوكو دونك pour juste pour avoir des images tu sauras من غير الكلمات ou la théorie la souveraineté c'est كاين le terme ديال la patrie. La souveraineté, c'est 15, c'est un trésor, c'est le trésor, c'est le trésor d'Il Blaise. Ou le 15, il y a 15 jours, ou 15 d'Orlies. Le 15 d'Yana, c'est relié la patrie, merci. La patrie, la défense du pays, la défense de notre patrimoine et de notre trésor. Les semences, la souveraineté, c'est le trésor d'Yana. Les Hassan Haf d'Orlies, ou Ndaf d'Orlies, ou Tmobilis d'Orlies. Et donc on remercie les institutions, les vôtres, qui militent, c'est des patriotes. Donc vous êtes tous ceux qui sont dans la semence, ou les familles de la semence, c'est des patriotes. Qui harbo, je suis prêt avec le 15 bini dina. Mais j'ai chez l'abra, il dit le 15 dina, ou il dit avec le 15 dina, il dit avec le 15 dina, la souveraineté, quelqu'un d'autre بالحبيب وفاء استاذه متقاعده في هذا الشهر هذا معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطاره المهم الاختصاص ديالي هو لا جينيتيك ولا ميغاسيون دي بلان و هذاك لاكرو بيوديفرسيتي خدمت في
المعهد مدة 40 عام من الشهادة ديالي البكالوريا، وكان عندي تجارب كثيرة في هذا الميدان. أنا باش نعطي هذا فكرة، نزيد الفكرة على الفكرة اللي عطاو الأخوات، هو لانديبوندونس. نكونوا ما نعولوش على شي حد، نعتمدوا على الاستقلاليه ديالنا، وهذه الاستقلاليه هي خصنا نحافظوا عليهم. انا في ديال ان اغريكولتور دو تيران، لا ريلاسيون بين السمونس كيفاش كتجبنا لا سوبرين. السلام عليكم، مصطفى بالحرشة، الاصل منتج في الفلاحه البيئيه، ولكن حاليا عندي واحد المده معينه التحقت بالمدرسه ديال جارديناج وكنشتغل في هذا المجال. بصراحه ملي تكلمتوا على هذه السيده الغذائيه كنشوف في حياء الثامن، لان كنا اشتغلنا في اطار واحد الشبكه بيئيه عربيه، واحد السيد الله يذكره بخير فلسطيني سعد الطاهر، دائما في النقاشات اللي كنكونوا بحال هكا كنتكلموا من اجل سياده الشعوب عن غذائها، هو الموضوع. نتكلم على هذا ونرجع السؤال ديالك اون بغيف، لان السياده الغذائيه هي بطبيعه الحال مرتبطه بالبذور. اليوم ماشي السياده غير الغذائيه، كاين بزاف ديال المصطلحات اللي كتطلق، كاين الامن الغذائي، كاين الامن الصحي، وهادو مرتبطين بالدرجه الاولى، وكاين امور اخرى اجتماعيه الى اخر ذلك، فيها الهجره، فيها واحد المجموعه ديال الحوايج الا بغينا نوسعوا النقاش، ولكن ماشي هذا هو النقاش ديالنا لان الموضوع كبير. ولكن فعلا انا كفلاح، الفلاح اليوم شنو وقع له؟ مسكين كان عنده واحد السيستيم تيخدم به، تقريبا حتى الحرب العالميه الثانيه كان الفلاحه في العالم، ماشي نقول غير المغرب حتى هو كانوا الفلاحه ديالهم بواحد الطريقه ديالهم، كيجمعوا ديك الزريعه ياكلوا منها طرف، والطرف تيخليه وتيعاود ينتجوا منه، وكيديروا المطموره، كيدير كاين بزاف ديال السميات اللي كيخبيو فيها ديك الزريعه ديالهم، لانه عارف بدويه الزمان، عارف الجفاف، عارف واحد المسائل فواحد الظروف. هاد السيستيم عندنا شي حاجه اللي عاديه نقراو عليها ولا هذا كاين عندنا، وعندو واحد التقنيات داك الفلاح البدوي كانت عنده واحد التقنيات اللي تستطع انه ينتج ويكثر بهم الزريعه. التقنية تتعدد من نوع زراعة، من نوع ديال الزريعة إلى أخرى على حسب الأنواع. مثلا الزريعة ديال الخضروات عندها تقنيات، مثلا الزرع والحبوب عنده تقنيات إلى غير ذلك، وكيعرف بلي هذيك الزريعة ديالو واش عندها الجودة، حتى هو كان عنده واحد المعايير ديال الجودة ديالو، لأن سينو مايمكنش هاد السيستيم يكون جانا غير هكاك. للأسف ملي دخلنا لواحد العالم جديد بعد الحرب العالمية واللي دخلت الثوره الصناعيه وكل شيء كيعرف هذه القصه هذه، شنو اللي وقع؟ اللي وقع ظهرت التجمعات الحضاريه والهجره القرويه والحروب، وكثرت المدن، لما كثرت المدن ولا الطلب على الغذاء بشكل كبير، فبالتالي ولا النظام بشكل اكبر، ولا اسواق الجمله، ولينا ضروري جانا ما يسمى بلا مونوكيتشر، الزراعه الواحده. والزراعه الواحده هاد الشيء اللي تسجات ضروري كنقلبوا على الجوده، ولينا كنقلبوا على لي سومونس، ولينا كنموديفيو، ولينا كنتبعوهم دي برودوي شيميك، ولينا كندير واحد المجموعه ديال الاساليب باش نكثروا. وفعلا العلم اللي وصل وكثرنا وصلنا للانتاج، ولكن هلكنا المنظومه البيئيه ديالنا. اللي وقع حيت في العالم كاين مجموعه ديال الحوايج تنظن ان اللي انقرضت، مجموعه من الحيوانات، مجموعه من النباتات اللي انقرضت في النظام البيئي. ولكن اليوم حنا كنتكلموا على البذور، بذور اصيليه، لان اكيد الجينات ديالك الله رجاء ديالنا وديال كل واحد عنده الغاسين ديالو باع طويل رجعوا اللور بزاف، حتى هما راه منهم، لان منهم كناكلو، منهم كنعيشو، حتى هما الجينات ديالهم عندهم واحد الارث طويل. فبالتالي كنا كنقولوا السياده الغذائيه ضروريه. الفلاحه بنفسهم على السؤال ديالك التالفين، لان النظام اللي دخل لهم ما بقاش عندهم سيستيم القديم، وما عرفوش السيستيم الجديد. تنهضر على الفلاحه الصغار، اما الفلاحه الكبار مشاو ولاو مستثمرين كبار، ولاو اللي يصدروا واللي يخدموا، مشاو. اما الفلاح الصغير مسكين اللي شاد على ذاك الامر
مره يضرب مره يزقل مره يجيبها هي هذيك او لا بيتو كاين ما جاش خاص التكوين خاص واحد المجموعه ديال الحوايج ديال المداخله ديالو. شكرا خلي الاخوان الكريم. ميرسي مصطفى. دونك مصطفى اللي كيهضر شويه نوتر لون مصطفى دار ريكابيتولاتيف شويه واحد هيستوريك من لا دوزيام غير مونديال ياك ديك لاكسيليراسيون د لاندستريالاسيون د لاغريكولتور وصلنا لا مونوكولتور كي ا امباكتي لا برودكسيون la multiplication et la conservation des semences. Et au sein d'un schéma, l'agriculteur, le petit paysan, tout d'un, il est perdu. Ma arche, je capte l'ancien système, mais faire le nouveau système, donc il est un peu abandonné, abandonné parce que peut-être que les pouvoirs publics, je ne dirais pas que les pouvoirs publics l'ont abandonné, pardon, mais je dirais que les pouvoirs publics l'ont. Il y a eu peut-être l'effort qui n'était pas en phase avec les besoins du petit paysan. Mais c'est normal, mais à l'accélération du développement, etc. Pour continuer sur la discussion, donc une question peut-être pour la curiosité, c'est est-ce que les semences paysannes peuvent assurer la souveraineté alimentaire ? Sont-elles suffisantes ? Pour construire et défendre et nous donnerons l'occasion de parler à Mulan Saïe Kassidou. Voilà. Merci. Assalamu alaikum. Adra Warbi, contrôle de semences et plantes de l'ANSA. Mais le pic n'goul, ou annaho, Benzbel, tout ce qui est, si on parle de sécurité alimentaire, l'ANSA d'abord fait un grand travail tout ce qui est en relation avec la sécurité alimentaire les semences. Yani, chaque année, c'est un programme de la production de semences, mais ce n'est pas des semences pour surtout les céréales ou les légumineuses pour chaque année. Voilà, je vais parler en tant qu'agronome. Qu'il y a un programme de l'INRA, par exemple, la station de Mershouj, il y a un programme de l'INRA, qui est des variétés qui sont résilientes, elles sont peut-être d'origine marocaine, mais qu'il y a une partie entre la recherche et le terrain, les agriculteurs. C'est vrai qu'il y a des variétés qui sont bien, c'est des variétés qui sont vraiment le rendement, les performances qui sont bien, surtout dans la période qui fait un jafaf, qu'il y a des variétés qui sont bien, mais شي بقاو ديما في الجينيراسيون دي بار لي فلاج 1 فلاج 2 غادي يوصلوا ماشي يوصلوا للتلاحه في الجينيراسيون ديال الريبرودكسيون ديما فاش نوصلوا للريبرودكسيون الجينيراسيون تنبقاو دي فاريتي اسبانيول دي فاريتي فرونسيز ماشي جا لقاو. هذا هو الحاجه دابا اللي تنلاحظ هو انه كاين واحد القطيعه ما بين لا ريشيرش ما بين لا رياليتي ديال بوتيتر التلاحه غادي يبغيو دي فاريتي لي ماروكان كي سون ريزيليونت لي ادابتي le climat marocain adapté les conditions pédologiques du Maroc ou avec une maison morte en Chine. Merci. 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 Justement, Anna, je veux intervenir dans ce sens. Alors, vous avez parlé de est-ce qu'on peut assurer la souveraineté à travers les variétés traditionnelles. Non, je dirais non, on ne peut pas le faire. C'est les deux en même temps. D'ailleurs, l'INRA, son objectif, c'est de créer des variétés qui sont pures, alors que les variétés traditionnelles sont des variétés, certes, très adaptées aux conditions difficiles de l'environnement marocain. On parle plutôt de semences, de land races ou de variétés de terroir. Les qui jibou dak l'mourouna dialhom, l'hétérogénéité dialhom, ça t'apprête une production qui ne pourrait pas atteindre l'autosuffisance à l'échelle nationale. Et c'est pour ça, ces landraces sont intéressantes en termes de diversité génétique, et d'ailleurs, elles sont valorisées et utilisées dans nos programmes d'amélioration génétique pour transférer les gènes dialhom, les homa de résilience, et créer des semences qui sont pures, les huma doualiom si men lansa, les huma qui m'chauffe le secteur formel de multiplication de semences. Maintenant, pour valoriser ces ressources génétiques locales, il y a un manque en termes de réglementation
pourrait, ce qui est à venir, c'est de prévoir une réglementation qui pourrait faciliter les flux d'échange et la commercialisation de ces semences paysannes pour les préserver et les garder pour les petits agriculteurs des zones marginales, mais aussi de les garder et les collecter, nous on le fait, et les conserver et les préserver dans les banques de gènes. Donc, une des propositions dans laquelle nous travaillons dans le cadre de la transition agroécologique, c'est peut-être la création de communautés de semences, ou je seeds entreprises dans chaque zone, peut-être créer une association, une start-up ou qui pourrait rassembler les certains agriculteurs de la région et qui pourrait peut-être être supervisé par des experts et pour assurer une bonne qualité de la semence, toujours de la semence paysanne, et peut-être les commercialiser dans un cadre légal à prévoir par la suite. Oui, non, c'est des bonnes propositions. Alors, on va se tourner. Je voulais juste un dernier mot avant de passer au public. Un dernier mot pour vous, Dielonka. Alors, je voulais juste rappeler petit paysan dit en gros moins de 5 hectares, la ferme. Qui dit semence paysanne, ça veut dire petit paysan. Ça ne peut pas être le vent d'exploitation. Donc, la question des consommateurs, en tant que conseiller agricole, quel est le schéma idéal pour mettre en marche une vraie souveraineté alimentaire rattachée aux petits paysans? Le schéma idéal, tel que vous parlez, Galkinassi, la proposition. Donc, avant de répondre à votre question, je vais réagir par rapport à l'intervention de mon collègue de Lonsan. Je reviens à le mot Katéa. Je vais dire l'estéchara filahia, ou l'estéchara filahia, ma abra tourab al-Watani, qui a l'ouah d'un jouet de jambar, mais je connais d'aïman, qu'arab l'infillah. Ou à l'akhir, ma hatta kent l'ana, il a ziyara d'yel ma hatta t'marchouch, c'est-à-dire mon hatta t'adakar, كانت زيارة السيد وزير الفلاحة ومشينا من هنا من المنطقة ديال السهول لسطور ديال الفلاح حافلة ديال الفلاحة باش يطلعوا عن قرب عن الأصناف المقاومة للجفاف باش يشوفوها بعينهم شافوها كيف يصور كيف يخدم الأسماء كيف يخدم لكن الإشكال فين كيطرح حنا على مقربة تقريبا واحد 15 يوم باش نفتحوا واحد المركز هنا اللي يبيع البذور اللي غادي نحطوا فيه واحد المجموعة ديال الشركات ديال البذور لكن كان جمع كنلقاوش هذيك البطولة ودائما هذا هو السؤال المطروح من المسؤول فين هما البطولة اللي استنبطوهم الاخوان ديال البحث الزراعي وداروا فيهم واحد التكاليف كبيره واحد سنوات واحد المحن علاش ما تنوجدوهمش في السوق السؤال اللي كنطرح هو نيفو خلوه لا بالنسبه للسؤال ديالك دابا نورمالمون الاورغانيزم اللي يمكن في لا كومارسياسيون ديال السومونس هو لا سوناكوس نورمالمون لا سوناكوس هي تدير لو بروغرام ديالها سولون لا دوموند ديال الفلاحه يعني دي فاريتي كي سي سون با دوموندي بار لي اغريكولتور هي ما دير ان بروغرام ديال نورمالمون لينرا تخدم لا جي 1 اي لا جي 2 ابري لا جي 3 تاخذها لا سوناكوس لا سوناكوس ديك الساعه تشوف اذا كان في دوموند تدير لها لا ميتيبليكاسيون سينون ما تديرش لها لا ميتيبليكاسيون Peut-être que tu as des variétés mifariées, des variétés qui ne sont pas marocaines, qui ont la multiplication. Si j'aime la demande, qu'on est conscient de la valeur de la semence, parce qu'on va demander en place la semence, après la semence, elle va les multiplier. Il y a une variété de étrangère de l'étendre. Donc la sonatos, ça fait. Ils n'ont pas fait la multiplication, ils ne vont pas faire la pente, donc ils rentrent quand ils peuvent le Donc la psychologie, les agriculteurs, la demande de l'homme, il oblige l'organisme de la multiplication pour qu'ils prennent la multiplication. Merci.
وعينا وفهمنا باش وعينا كيجاونا المشاكل الصحيه عندنا بوكو دو مالادي كارديو فاسكولار بوكو دو كونسير بوكو دو بروبليم دو تيغويد هادشي علاش جو كوا لا ماجوريتي د الناس هنا دونك يخمو ايكولوجي دونك دابرينا لا سومونس بيزان اون فو با برودوير لا كونتيتي اون فو برودوير لا كاليتي ما بغيتش نشبع ما نبقاوش بحال لي زيتاجوني اون On veut être juste rassasié avec la faim ou poulot en pensant. Même quand je suis un cardiologue, même quand je suis. Si on va dans la production de semences paysannes, on n'est pas obligé de rester qu'au Maroc. Parce que le Maroc, peut-être, il fait des efforts pour les céréales et la culture, pour les légumineuses. Alors, le maraîchage fait normal les semences. Donc, il ne faut pas se bloquer, rien au Maroc. Il faut rester ouvert et aller dans les endroits qui ont. Des conditions analogues. Qu'il y ait le Pérou, qu'il y ait le Mexique, qu'il y ait l'Australie. Donc il faut rester ouvert. Il faut rester ouvert au monde extérieur. Il ne faut pas se limiter. Mais bien sûr, se faire dans un cadre qui est contrôlé par l'État. On ne rejette pas l'État. L'État fait bien les choses. Il faut que ça soit encadré. Je montre l'ouche les essences envahissantes. Matécha Asselra Makinash Fulmgré. Ça a été introduit. L'India Kankolo. Marakans Fulmgré Fulmgré. Elle était introduite. Elle s'est adaptée pour en développer. Donc il faut qu'il nous achète à tête de très bons résultats. Et ça marche. Donc l'état d'esprit dit non, il ne faut pas qu'on se limite non rien les semences paysannes. Ce qui marche bien chez nous au Maroc, c'est les légumineuses, les céréales, non. Mais le maraîchage, on a beaucoup de monde. Donc on doit faire appel aux semences, être IGM l'étranger, à condition. Il faut que ça soit similaire à nos conditions. Voilà, ça c'est un point. Deuxième point, Ken Andy. Je veux pas. Oui, par rapport à la production de semences, la défaillance. Alors, considère une expérience que j'ai dit. Le fleur, le skin, le riz, s'investit et produit. Il y a un problème d'écoulement. Mais qui j'ai dit, c'est très mal. Il y a un peu de 500 dirhams qui j'ai bien fait le boulot de 500 dirhams. En les années 80, bon, j'étais jeune dans le temps, mais il y avait des structures étatiques. Où c'est l'État qui reçoit les semences. C'est elle qui. Il ne faut pas donner aux intermédiaires. Moi, ce qu'il dit, il y a des intermédiaires. Si l'État prend ça, ce volet en main, je crois qu'on va faire barrière à des spéculations des prix et tout ça. Voilà. Il y avait un troisième point, mais bon, j'ai oublié, ça va me revenir et je vous donne la parole. Merci, Merci. Anna. Numéro 2. Najib Bachiri. Président de l'association Homme et Environnement, homme avec grand H, hein, pas minuscule, Homme et Environnement, mais aussi de la coopérative biologique orientale. Et bien, nous sommes de l'Est. Nous avons fait une remarque, le site qui est venu à nous, nous avons oublié complètement les semences, parfois, on ne les contrôle pas, il y a les oiseaux qui contrôlent les semences. On a une migration des oiseaux qui gèrent les semences. Zef des semences, il y a le Maghreb, ils gèrent les oiseaux. Toujours, l'Europe, bien l'Amérique latine, l'Afrique subsaharienne, l'être humain qui est consommé seulement. D'abord, il y a une échelle qui est faite, c'est la siyada al-ghadaïa. هاد الكلمة هذا الكلمة عندها بزاف ديال السياسة سي بوليتيك لأن بدات في 1933 هاد لومو لا سوفرينتي أليمونتير دات والتر داري في تروازيام رايش ديال لي زالمون الألمانيين راهم معنا هنايا لأن مع هتلر تا خصنا لا سوفرينتي كونترولي لا سوفرينتي أليمونتير ولكن بواحد ليدي ديال الكولونيزاسيون نا كي عنده دي شيرشور بحال اللي راهم معنا هنايا كيقول له بلي هنا ما تقدرش تستعمر الدول بدون ما تكونترولي لي فونتر ديالهم الكرش ديالهم اذن كونتون كونترول لي سيمونس نجوعو الناس ويتبعونا الا جوات الانسان غادي يتبعك ان هاد ليدي فما مشاو لي شيرشور ابري دوزيام غير مونديال خداتهم امريكان وبقاو يخدموا على هاد الشيء ديال الاصناف النباتيه
ويحولوهم جينيتيكمون. وانا خلعتوني من ولادي كيتكلموا على الجينيتيك يبانوا لي لي زو جي ام. والمدير ديالكم صديق ديالي بزاف ملي كان في كندا اول حاجه كيتكلم لي على لا برودكسيون بو با فريمون نوغير لو موند بلي سومونس. هاد لي سومونس راح نتكلموا عليهم لكن سي فو. نقدروا نوكلوا الناس. واحد الصديق ديالنا راه عنده الزيتون في كرسيف بيولوجيك الانتاج اللي دار انكرواب اكثر من الناس اللي قدامو يتريتيو. اذن هذه غير واحد الخيال ولا شي اسطوره كيدوزوها لنا كيدوزوها لنا لان حنا واش عندنا دي ريشيرش عندنا ابحاث بلي ان هاد الفلاحه البيولوجيه وهاد البذور الاصليه ما تعطيناش لا برودكسيون ولا يمكن المشكل في لو سول. لان هالقضيه ديال لو سومونس الا ما ربطناهاش مع التربه لو سول اذن راح غير نضيعوا الوقت. اذن اوتوماتيكمون كونت اون بارل دو سومونس اون دوا بارلي فريمون دي سول. لو سول هو الاساس. دابا انا واحد لو تيرم ربما واش غنخرقته انا ولا ما خصناش نبقاو نتكلموا على 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 السياده الغذائيه. خصنا نتكلموا على بالانجليزيه فود سيرفايفل لا سيرفي اليمونتير. لا سيرفي اليمونتير حتى شي واحد ما يقدر يتحكم فيها لان سي ان شون ليبر. بصح ملي نتكلموا ملي الدوله تبقى تتكلم على القضيه ديال السياده الغذائيه ما بقاتش سياده بقى لو كونترول. كيكونترولو في لا برودكسيون يطلعوا لنا لا برودكسيون لان الهم الوحيد ديال المؤسسات كما هنا في المغرب ولا في تونس ولا في الجزائر ولا في المانيا سي لا برودكسيون. كيتكلموا على لا برودكسيون ولكن ما يتكلمولناش على هاد الفود سيرفايفل. فود سيرفايفل كتجيبوه بلي سيمونس اللي عندنا حنايا. وهاد لي شانجمون كليماتيك راه ما بقاتش غير قضية لي سيمونس لأن لو نيفو د لوم اللي طلع مشاو لي تير اغريكول. إذن خصني نخدم أنا على لو سول كيفاش هاد لو سول يقدر واخا بلي شانجمون كليماتيك واخا بلا مونتي دي زو غادي نضيع الاخر الاراضي الفلاحيه ديالي. اذن هذاك الشبر اللي يبقى لي كيفاش يمكن لي نستغلو من اجل هاد الفود سيرفايفل. هذه من بين النقاط اللي خصنا نخدموا عليها وصلوا لهذه النتيجه. تقول لي فوالا اون فا با توشي لا ميموار ديال لي سيمونس وليريتاج ديالها ما يمكن لي نثق فيكم. وشكرا. هي كنقطة نظام على هاد القضية تاع لي زو جي ام. او باروك سي انتردي دوتيليزي دي زو جي ام ني دو لي امبورتي ني دو لي كوميرسياليزي. دونك سواي ترونكيل كونو على يقين انه ما عندناش لي زو جي ام في المغرب. ثاني حاجة انه في لا جينيتيك تحسين وراثي النبات كاين جوج طرق اما او جي ام ولا طريقة طبيعية. هنا في المغرب كنسمعو كنديرو الطريقة الطبيعية. الوغ سواي ترونكيل سي بشيري. بارك الله فيكم. سمحوا لي. السلام عليكم. حسن الحجامي عضو في مجلس توجيه الاستراتيجي ديال الريان. عندي واحد ثلاثه النقاط بغيت ندخل فيهم. هما في الحقيقه رد فعل على بعض التدخلات ولكن قبل التدخل ديال السيد المدير ردني واحد 35 عام الوراء وفرحني في نفس الوقت. الحقيقه كانوا هاد المراكز اللي كانوا سميتهم مراكز الفلاحيه كلها وقيله في الفلاحه تقريبا واحد 29 عام في وزاره الفلاحه من 10 سنين 11 عام في لا ديريكسيون دو لا برودكسيون. كنا تنخدموا في دوك لي بروجي انتيغري وكانوا هاد المراكز الحقيقه كنا قراب لا بوبولاسيون. النقطة الثانية اللي ذكرتيني بها اللي هي هذا الدور ديال لي كاردا الدور ديال لينغا اللي كان كبير وخاصة أنا عندي واحد لي سوفينير ديال سطات العمل ديال سطات ديال ديفلوبمون ديال البتيت اونتياج مع المساوي مع واحد المجموعة ديال الوريد اكزاكتومون. كان واحد العمل رائع ولكن سميتو وما ننساش الدور ديال كذلك ديال واحد المنظمة كانت حتى هي في دمشق
وزرتها فعلا حتى هي لاكسات ديال المناطق الجافه. وعقل انا براسي جبت خنيشات ديال لي سومونس وعطيتهم لواحد السيد راهم تيعرفوه بزاف الناس والله يشافيه لنا عيان دابا السي حدا البغاتي كان تيدير لي زيسي انيسياتيف بيرسونيل عند الفلاح وتينسق مع لينا راه بيان سور كذا يعني كان واحد العمل. حنا في الحقيقه ولينا ربما ما عرفتش ليا الظروف اللي جات هذا الشيء بحال اللي تنشوفوا راسنا اننا تنتقدموا وتنطوروا وتهذا ولكن في واحد الناحيه واحد القراءه اخرى راه ترجعوا للور بارابور لهذ المسائل اللي قلت. وسمحوا لي انا مثلا هذا على هذه المساله هذه النقطه الثالثه اللي عندها علاقه مع هذا الشيء هي الذاكره. الاستاذ تكلم انا لا ميموار هذه الخدمه ديال حدا هذه الخدمه ديال هاد الناس اللي خدموا بوحديهم لي ريشيرش المسائل واحد المجموعه ديال الحوايج تقالوا اوغالمون ومشاو ملي تيمشيو الناس تيمشيو بحالهم تتمشي داك لا ميموار. كان السي مولاي اسماعيل العلوي اللي كان مسير كان جبد واحد الفكره ديال واحد المتحف قروي فلاحي وكانت مدام شيش شخصيه وحسين الزكدوني الله يرحمها بدينا بغينا نخدموا هذه المساله هذه وتكون حتى في هذا المتحف يكونوا لي سومونس دونك يكونوا حتى لي سومونس يكونوا في هذه المساله هذه. الفكره مشات كتبات هي داك الشيء اللي كتبات حنا الافكار اللي ديفلوبينا حنا مع السي الزكدوني الله يكبر عمرو راه مازال كاين يمكن يكون معنا هنا ولكن ما تقدر ما تموتش. انا حنا وصلنا حتى لعندك المدير سميتو ديال المتاحف ديك المؤسسه ديال المتاحف وصلنا له الاخبار قلنا راه كاينه هذه الفكره تتروج علاش ما دارش شيء التي سميتو هذاك القطبي اكزاكتو وصلنا له الفكره باش تكون هذه المساله هذه. وهنا 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 غادي نرجع للاستاذ السيد المدير هي ان واخا ما نلقاوش مهندس باختصاص راه المهندسين كاينين هما هاد الفلاح راه كنا تنخدموا حنا المدرسه ديالنا الثانيه من غير لي زيكول داكرونومي لان درت انا لي زيكول داكرونومي كانت هو الفلاح اللي تعلمنا منه وكان كانت تناقضات. وغادي نجبد في هذه النقطه الاخرى هي اننا حنا والاستاذه تقدر تكونفيرمي لي هذه المساله ولا تانفيرميها كنا حنا الدراسه ديالنا كانت فيها شي حوايج اللي اونتي اغرو ايكولوجيك لابور بروفون سميتو البيستيسيد لي غروند كولتور سميتو عاقل ان اول اللي غيدخل الكليفوزات حنا كان ان ايفينمون كان على داك الشيء ديال لوغوبونش تنديرو دي زيسي على لوغوبونش باش نقتلو لوغوبونش بالكليفوزات وكيتخدم واحد لا ماشين وكيدير لك اجوردي شنو تنقولو على الكليفوزات اللي انترديت دون سيرتان باي فهمتي دونك زعما كانت حاجه اخرى كانت واحد الضوء بسيط واحد الشعاع ديال الضوء ديال واحد الاستاذ في الاخير السنه الاخيره من المساري ديال التكوين العلوي رسوزي العلوي رسوزي لا ماشي هو لا كاين حتى هو سميتو العلوي ولكن سميتو انا نسيت سميتو جاب لنا واحد لا ماتيرس دخلها سميتها لا سوسيولوجي دو بلوت كانت من اروع الحوايج لا سوسيولوجي دو بلون سي كي تتعامل الان تتمشي عند سميتو رشيده غي هذه شي ثلاثه الاسابيع خدمنا على هذه القضيه في سور لو تيرا كيفاش هي لا بيرماكولتور اكزاكتوم فهمتي اذن كاين حوايج اللي ربما سميتو. النقطه الثالثه اللي بغيت نهضر عليها هي هذه القضيه اللي بدها شي استاذ ولا استاذه ديال لا تاكسونومي ديال داك لي نون فيرناكولير اللي ربما حنا اللي تجعلنا ان حنا باش نكومينيكيو بيناتنا الفلاح يكومينيكيو بيناتنا وسميتو ميم لانجينيور ولا لو تكنيسيان يهضر مع الفلاح لي زانجينيور تيجيو من مناطق مختلفه وتيجيو اون نومونكلاتور ديفيرونت لان هي لي لوكال. انا تن بارمي لي ريكومونداسيون اللي تنقول في هذا النهار هي ربما اللي نرى مع انستيتي اغرونوميك مع لو غيان نديروا واحد الجلوسير واحد سميتو ان جلوسير زعما فريمون ديال هاد لي فيرناكولير بار ريجيون ريجيوناليزي يكونوا لوكو ونخدموا هذا. وهنا تنقول ان ربما هذا الغياب المهندسين وداك الشيء ربما زعما لو غيان اترافير الناس ديالو تبارك الله سميتو جهاد
سميتو رضوان زعما جريمة كبيرة. ولقيت أنا شخصيا اللي عندي تكوين هندسي بحال الشكل اللي قلت اللي عاودت لكم عليه تنتعلم منه. كاين شي حوايج ما تنعرفهاش هما الأساسيات ديالي وهذه أساسية أننا هاد 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 لا بغيتي تقول هاد البارتناريا خصو يكون زعما في هاد المسألة. Culture biologique au projet DIAF, c'est un projet de dialogue agricole, partenariat marocain-allemand. Et je me sentis d'intervenir, ça m'a motivé parce que les présentateurs précédents, ils ont parlé aussi des Allemands et la guerre et autre chose, n'est-ce pas? Et ben ça, oui. C'était, ça m'a inspiré, et, mais pas seulement ça, parce que je trouve tout à fait l'événement que le RIAM a organisé ici est vraiment excellent. Merci pour tout votre effort, c'est génial et vraiment important. Et toujours la question des semences, et nous aussi, dans le DIAV, aussi on est en contact, nous aussi on regarde tous les papiers, les diagnostics, les stratégies, autres, n'est-ce pas? Les semences, c'est toujours des sujets, n'est-ce pas? Il y a toujours un sujet, des challenges, des semences, accessibilité, autres, des problèmes, n'est-ce pas? Mais surtout si on est dans le contexte de la certification bio, autre, c'est clair, n'est-ce pas? Il faut avoir des, il y a des exigences, n'est-ce pas? Il faut avoir des semences certifiées et là, on ne trouve pas, n'est-ce pas? C'est ça la réalité, n'est-ce pas? Sur le terrain, on ne trouve pas. Mais la question qui se pose, n'est-ce pas? Comment on peut changer ça? Comment on peut avancer dans cette sens? Bon, comme nous sommes là... Dans le projet, n'est-ce pas, pour appuyer le ministère ou disons tous les acteurs, n'est-ce pas, dans cette sens, si c'est public ou si c'est privé, n'est-ce pas, nous pouvons partager certaines expériences, n'est-ce pas, parce que vous avez parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, il faut apprendre, n'est-ce pas, des expériences des autres, comment ils ont fait monter un système sémencier, parce que c'est systématique, il faut un système, et il faut aussi économiquement faire un système fiable. N'est-ce pas? C'est ça que je crois, ça c'est une expérience qu'on peut partager de notre expérience en Allemagne. Parce qu'au début, disons, si quand le développement, le mouvement agroécologique ou bio s'est développé après la guerre que madame a dit, ça a commencé beaucoup plus avant. Et malheureusement, nous avons été vraiment forts dans faire la guerre. Mais comme vous avez dit, ça a commencé en 2024. En 2024, l'association, la première association des producteurs biodynamiques, les Demeter, a été créée. C'est cette année que les Demeter, la première association des producteurs bio, s'est formée, s'est construite. Et c'est cette année 100 ans d'anniversaire des Demeter en Allemagne. Et cette association a développé ailleurs des très bons exemples partout dans le monde, aussi dans les Maghreb, des très bons exemples en Égypte, par exemple le projet Sekem, un modèle excellent, vraiment on peut beaucoup apprendre. Mais ce qui concerne les semences, je veux dire c'était tout d'abord, ça me souvient tellement ce que vous êtes en train d'organiser ici, parce que ça a commencé aussi en Allemagne ou ailleurs, je veux dire en Europe, de la même manière. C'était les échanges, les bourses de semences où les producteurs, ils ont échangé les semences entre eux. Mais maintenant, c'est la question, si on veut développer le secteur agroécologique, et ça, personnellement, je pense qu'on n'a pas autre choix. C'est pas ça, c'est le seul futur qu'on a. Et si on regarde les contextes marocains, 6 ans de sécheresse, autres, il n'y a pas une autre, à mon avis, il n'y a pas une autre alternative. Il faut modifier, il faut changer et arriver à cette sécurité alimentaire. Pour moi, c'est ça. Et ça commence avec les semences. Là, la question qui se pose, mais comment on peut, à la fin, pas quitter, continuer ce qu'il est là, n'est-ce pas? Parce qu'il faut commencer là où on est et peut-être professionnaliser systématiquement, n'est-ce pas, et développer des entreprises ou des producteurs, des semences spécialisés sur les semences. Et ça, c'est les cas qu'on peut partager de la manière, parce que ça a commencé de la même manière, parce que
les producteurs de semences ou des gens qui s'est mis ensemble, n'est-ce pas, parce que chaque producteur il s'est peut-être concentré sur une variété ou sur une spéculation, et après les choses sont devenues plus en plus professionnelles et aussi de manière entrepreneuriat, n'est-ce pas. C'est ça, pour ça à mon avis ce serait très intéressant, et là j'aimerais bien faire un peu la publicité sur une conférence que nous sommes en train d'organiser. Vous êtes les bienvenus entre le 11 et le 13 novembre à Rabat, une conférence internationale sur l'agroécologie et agriculture biologique. Et pour cette conférence, on a aussi invité une entreprise sémencière, n'est-ce pas, qui produit les semences professionnelles. Ça s'appelle Sementes Vivas, Living Seeds, ou les semences vivantes, n'est-ce pas, qu'ils ont un site de production professionnel, vraiment top, top, dernière classe, hein, vraiment première classe au Portugal. Alors, des contextes agroécologiques ou climatiques, n'est-ce pas, similaires qu'au Maroc, qu'ils ont déjà aussi une collaboration ici avec le Maroc, avec l'INRA et avec Icarda, je crois. Mais c'était surtout sur les spéculations légumineuses, céréales, autres. Mais comme vous avez dit, il faut aussi les cultures maraîchères, les autres spéculations, n'est-ce pas. Et l'entreprise sera aussi présente à la conférence, n'est-ce pas. J'aimerais bien si on peut la profiter d'échanger, parce qu'il faut l'esprit, à mon avis, un esprit entrepreneuriat aussi, pour développer le secteur sémencier, n'est-ce pas. Ça c'est pour moi le chemin à faire, à essayer, et profiter de l'expérience qu'on a fait dans d'autres pays. Ça a besoin, bien sûr, un peu un schéma, un certain temps, c'est clair, n'est-ce pas, mais le potentiel est là. C'est pas seulement le potentiel pour répondre à la demande, parce que la demande est encore très minime, n'est-ce pas, au Maroc, mais la demande va se développer, pas seulement national, mais aussi international. Et ça, il faut voir aussi l'international, parce que si on produit aussi les semences ici au Maroc, c'est un potentiel économique, n'est-ce pas? On peut aussi penser à les exporter dans l'autre région qui ont dans le même climat, dans le même contexte climatique et autres. Parce qu'on parle toujours de la grande biodiversité du Maroc, le berger de biodiversité et autres, n'est-ce pas. Mais en train, qu'est-ce qui se passe en ce moment, à mon avis, à mes observations, on est en train de perdre. On est en train de perdre la grande richesse de biodiversité au Maroc. Avec les monocultures, avec les cultures qui ne sont pas du tout adaptées aux conditions, la consommation d'eau, autres, il faut voir la réalité, n'est-ce pas. Il faut répondre à ça et commencer à développer autre alternative. Ça, c'était seulement mon point de vue et mon plaidoyer, et de faire un peu le pub aussi pour cette conférence en novembre. Le RIAM va bien sûr assister, et voilà, j'aimerais bien, parce que c'est l'échange et prendre des opportunités et profiter peut-être des expériences des autres. En tout cas, l'entreprise Sementes Vivas de Portugal, ils vont venir, ils sont là ici. Ils commercialisent les semences produites au Portugal, partout en Europe, parce que la demande est tellement grande pour les semences. Il y a un très bon concept derrière l'entreprise aussi. C'est pas seulement un esprit commercial, n'est-ce pas. Il faut appuyer les producteurs de semences. Ça commence dès le début, n'est-ce pas, et que chacun gagne des dons, n'est-ce pas. Il faut créer vraiment des win-win situation pour avancer, et c'est ça qui est important, et il faut collaborer dans ce sens avec les gens qui sont honnêtes et qui sont fiables et qui sont clairs dans leur vision. Merci bien. Merci. Traiter, alors aujourd'hui elles ne sont pas visibles, le combat pour les semences, etc. Je rappelle le rôle de la société civile qui est très important, parce que pour le moment, que ce soit l'agroécologie ou les semences ou là d'autres thèmes, ils sont portés par des militants, par la société civile, des associations, des volontaires, des gens qui renoncent à beaucoup de choses pour se battre, pour faire reconnaître tous ces thèmes. Et c'est donc, ça reste du rôle de la société civile pour le moment. Et c'est à nous, même si on ne veut pas nous donner ce rôle entièrement, c'est à nous de le prendre et de poursuivre les initiatives.
Donc c'est la société civile qui fera tout. Je voudrais juste ajouter un petit point. Donc, qu'il y a des juridiques ou qu'il y a des politiques agricoles ou qu'il y a le lobby mondial sur les semences. Donc, qu'il y a des lobbies de Wakoui, c'est très difficile à ce que les stratégies étatiques, etc., suivent. C'est à nous de poursuivre ce combat. Je vais vous parler de هو ان حنا كنتكلموا على البذور الاصيله والبذور المحليه والبذور تتاقلم مزيان مع الجو ومع الارض كل البلاد حنا كنتكلموا على المغرب بالاساس ونسينا باننا ما يمكن ليناش واخا نديروا مجهودات ما يمكن لينا نوصلوا حتى لشي نتيجه الا ما كانوش في نظري انا واحد جوج ديال الحوايج اللي توفروا اهمهم هو المارشي هو الكونسوماتور بالدرجه الاولى الا ما كانش عندنا مستهلك كيقلب على منتوجات اللي جايه الاصل ديالها من هاد البذور ما يمكن لينا نديرو والو لان بدون مستهلك ما غادي نديرو والو بالتالي غادي تنقرض هاد البذور غتبقى غير في المختبرات الحاجه الثانيه بدون سياسات عموميه كتدعم وكتحمي هاد البذور وهاد الموروث الجيني المحلي اذا حنا لا رجعنا في التاريخ لجميع الدول ماشي فقط المغرب لقاو بان كوارث دارت في هاد المجال هذا وقضات على الموروث الجيني وخصوصا الا تكلمنا على النموذج بلادنا لقاو خدينا غير لي سيريال خدينا لي سيريال غادي نلقاو واحد المجموعه ديال الانواع اللي مشات اللي انقرضات واللي كانت كتعطي التبن وكتعطي الزرع وفيها الجوده في الغداء لان السياسات العموميه اتجهت في واحد الوقت انه تكون الكميه على حساب الجوده اذا فاش وجدنا الكميه اتجهنا كما قال سي المداحي للسوق الدولية وخذينا أنواع زراعية اللي كتعطي بزاف ولكن الجودة الغذائية ديالها ضعيفة وما كتأدابطاش مع الظروف الطقس اللي كاينة عندنا هنا في المغرب بالتالي فحنا حافظنا يعني أهلكنا الموروث الجيني ديالنا الآن فبدون تضافر جهود ديال الجميع خصوصا جمعية حماية المستهلك راه ما يمكن ليناش نهائيا باش نوصلوا للنتيجه وهنا نطلق بصفتي كفلاح حنا كفلاحين راه ما كنلقاوش مثلا الساعه اللي كنمشيو كنديروا حنا الفلاحه الايكولوجيه وفي نفس الوقت عندنا شهاده الضمان ديال الفلاحه البيولوجيه رسميا والفلاحه الايكولوجيه على الصعيد الجمعوي في الريام عندنا الاس بي جي وجميع هاد دفاتر التحملات كلها فيها استعمال البذور الأصيلة والبذور غير المعالجة والبذور اللي عندها شهادة ضمان بينما احنا في المغرب ما عندناش هذا الشيء حتى في المارشي ناسيونال حتى من الناحية القانونية ما مسموحش باش 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 يتباعوا بحال هكا فلا كانت شي تدخلات ديال الجهات الرسمية فخاصها تكون في هذا الاتجاه انه تعطى لومولوغاسيون لواحد المجموعة ديال البذور اللي يمكن ليها تكون في المغرب انا من الناس اللي ما كيقول بانه ما يمكن ليناش اننا نحافظوا على الموروث الجيني بلا ما نتبادلوا البذور لان كاين واحد المصطلح سمعته بزاف هو التطوير الجيني للبذور هذا التطوير الجيني انا تنقول ما كاين ما احسن من التطوير الجيني ان لا بلونت نحطوها ونخليوها هي تتادابط مع الجو ومع الارض حتى تعطينا النتيجه ديالها وكناخذوا لي عاطيه مزيان لانه التطوير ما تيكونش في لابوراتوار التطوير تيكون في الارض شكرا ان بيتي شيما اللي وقع عندنا هنا في السوق كاين عندنا واحد السيد توفى وخلى واحد سته ديال الفقرات وخلى جوج ديال الاولاد واحد مشى للايكولوجيا وواحد بقى في الكونفونسيونيل هذاك اللي خدام الايكولوجي وتيدير ما لقيش فين يبيع تيخسر بزاف ديال الفلوس باش يوصل ما لقيش فين يبيع ما لقيت شي حاجه عندهم الاراضي بحال ثلاثه ديال القطارات عندهم نفس التراكتور عندهم نفس الماء عندهم كلشي بحال ولكن هذاك اللي مشى للايكولوجيا باقي مسكين الله كريم باقي كيما بدا والاخر اللي هو مشى مادام ان تينتج بزاف وتبيع بزاف وموجود المثال الحي اللي كاين هو ان المطيشه تتباع بنفس الثمن ديال الايكولوجيا مع الكونفونسيونيل اذا هنا تيبقى واش هذا الخو اللي تابع الايكولوجيا واش يتبع خوه حيد من الايكولوجيا ويتبع اولا الاخر اللي يرجع يولي تا هو مسكين بوابري تا هو بحال بحال خوه هذه الكلمه شنو تتعني تداعيه
هذه التبعيه الى رجعنا ل 1975 هي اللي تكلم عليها العراب السيء الذكر هنري كيسنجر اللي اجت قال قلب فوت از اوبن بمعنى الغذاء سلاح. هاد الناس عارفين اش يديروا في السياسه ديالهم. تحيه بجهه الرباط سالا القنيطره. ميرسي بوكو لريام على هاد المبادره الطيبه اللي دارت. بغيت غير نشير واحد النقطه، كنهضروا على السياده الغذائيه وكنهضروا على ليسومونس بيزان وحتى على الفلاحه المقاومه. كنرجع للنقطه اللي قالتي المداحي في الاول، باننا حنا كنشوفوا كل عام كدير لي كاردا واللي نرى التجارب بزاف وكتخرج دي فاريتي ريزيستونس ايريستيك. مي حنا او نيفو ديال لي سيسيا ديال المغرب كامل، نهضر على لا ريجيون ديالنا، شاك سيسيا كيكون عندها واحد البوان دو كتبيع لي سومونس. تلقاو هاد العام لي سومونس بحال ديال داك العام بحال العام الاخر، تلقاو من ميم فاريتي. الاخ ديال لونسا جاوب وقال بان الفلاح هو اللي كي لا دوموند ديال الفلاح. مي الفلاح ملي كتعطيه هاد العام اشطار والكنز وكريم وفايزه وكيجرب واحد مثلا فايزه، تتعطيه واحد روندومون مثلا لا باس به، تيجي يطلب لك فايزه او الجار ديالو كيدير هاد لا فاريتي، كتعطيه واحد الروندومون تيجي كيقول لك عطيني فايزه. ما تيديرش ما كي ماشي بانه لقى البديل. مي بار كونتر انا حضرت لواحد لا جورني في مرشوش ديال التجارب، دي فاريتي اللي كاينين ريستيك بزاف وريزيستونت، مي ما شفناهاش. مثلا الا جبتي الفلاح، حنا عندنا كنهضر كمستشاره فلاحيه ونيابه عن المستشارين الفلاحيين للجهه اللي كيقوموا بواحد الدور جد فعال مع رؤساء مراكز الاستشاره الفلاحيه، يعني هما موجودين. مثلا اللي نرى ملي كتخرج دي فاريتي اللي ريستيك ريزيستونس، مثلا الفلاح ما تيثقش ملي كتقول ليه مثلا هذا كيعطي واحد الروندمون، ولكن الا درتي ليه التجربه، حنا عندنا لي زيسي ديمونستراسيون كيديروها لي كونسي اغريكول، وكاين واحد لا نوفيل استراتيجي اللي هي الاف اف اس المدارس الحقليه لي زيكولوشون، واحد لا نوفيل استراتيجي اللي عطات واحد الاكل ديالها. مثلا كدير واحد التجربه عند الفلاح وكيكونوا معاه الفلاحه، لان باش نطبقوا داك المثل الصيني اللي كيقول اسمع فانسى ارى فاتذكر وجرب فانت لك تجربه، يعني التعلم عن طريق التجربه. ملي كيشوف بعينو شي حاجه وكيلمسها كيثق بزاف الفلاح. دونك انا حب هذا، وهذه فرصه كنوجه حتى لريام مشكوره على هذه المبادره، ومع تبارك الله اللي نرى ونوصى وكل شيء اللي كاينين بزاف ديال المؤسسات اللي كاينين. حب هذا لذاك لي فاريتي اللي دارت لي كاردا وكانوا ما شاء الله عطاو واحد الروندومون مزيان وكانوا خاليين من الامراض وبزاف بزاف. كتعطي تجارب، حنا مستعدين كمستشارين فلاحيين تعطينا التجارب ونديروا عند الفلاحه. مثلا الا جا في الفلاح هاد لافاريتي، مثلا كاين واحد لافاريتي ملكه، كاين امال، كاين جداد، تتعطيه كتعطي واحد الروندومو وما كتحتاج بزاف الادويه. باش نشوفوا الاخت اللي قالت بان خصنا الفلاحه المقاومه ماشي غير داوي فلاحتك، حتى حنا راه كمستشارين فلاحيين تنقولوا لهم ما ديروش الفلاحه وما كتدخلوش غير الا كان ضروره، يعني ماشي تعطيو بزاف ديال الدواء. ودرناها في هذا الاطار ديال التجارب اللي كنسميوهم المدارس الحقليه الاف اف اس فارت فيلد سكول. دونك ملي كنديروها كيقتنع الفلاح حيت كيشوف بعينه بان عطات واحد الروندمون. دونك هذوك التجارب اللي دارت لي كاردا الا عطاتهم ودارتهم على شكل دي زيسي ديمونستراسيون او اللي كنسميوهم الاف اف اس وعطات الاكل ديالها، راه غيقتنع الفلاح وغادي ياخذهم. اما الطلب ماشي الفلاح اللي كتجي منه، سوناكوس هي اللي كتعطينا دوك لي فاريتي وكنفرضوهم على الفلاح حنايا. وشكرا. ديال الفلاحه البيئيه بالاضافه للبذور الاصيله والزراعه التربحيه. في المداخلات ترى اهتمامي مجموعه ديال النقاط اللي حبيت انني ندلوك دلويت انا ونقول رايي في بعض التدخلات فيما يخص مثلا ليجيسلاسيون مجال ديال القانون ديال البذور اللي كاين كيتمارس في المغرب وماشي غير في المغرب. كما قال الاستاذ يحيى الغماري، هذه واحد السياسه اللي كتطبق تقريبا في مجموعه ديال الدول في العالم كامل ما عدا بعض الدول اللي انتفضات وقدرات انها توصل لواحد الاستقلاليه في مجال ديال البذور الاصيله. فالمشكل اللي كاين بلا ما نعاودوا نحكيوا الحكايه من الثوره الخضراء ومن البدايه ديال المشكل ديال البذور، هو في المغرب للاسف
جزء كبير من البذور ما كتجيش من المغرب، والطعمة الكبرى هي حتى البذور المغربية اللي كتواجد في الدول الأخرى ما عندناش الحق أننا نستوردوها، في حين أننا 80% ديال البذور اللي كتستعمل حاليا في المغرب هي البذور كتجي من الجامعة العبرية الإسرائيلية اللي كتصايب وكتطور في إسرائيل. كاين مجموعة ديال المنظمات اللي هما كيكافحوا من أجل أنهم يلقاو البذور أصيلة مختلف المجتمعات في بقاع العالم كامله، وبالتالي كيتواصلوا مع الناس اللي هما كيطمحوا لهاد الانتقاء واكثار البذور. وكنشدد بزاف على كلمه انتقاء لان كاين فرق شاسع ما بين انتقاء البذور وما بين اكثار البذور. وحده كتهضر على الجوده وحده كتهضر على الكميه. ففي 2016 كانت توصل بواحد الرساله من عند واحد المنظمه كوكوبي اللي الاغلبيه كيعرفوها، بحكم اننا كنا قدنا شراكه معها باش نديروا عمليه ديال انتقاء ديال ازيد من 300 صنف ديال الخضروات، بحكم ان للاسف المؤسسات ديال الدوله ما كتشتغلش نهائيا على صنف الخضروات وركزت فقط على الجانب ديال الحبوب، وللاسف الجانب ديال الحبوب اعلى نسبه وصلنا لها في الاكتفاء الذاتي هي 46%. احنا معروفين شعب خبزي بامتياز، و 28% من هذه النسبة كتجي من منطقة واحدة، يعني أننا حاطين البيض كله سلة واحدة، في حالة إلا وقع شي زلزال أو لا شي فيضان في ديك المنطقة، غنبداو كنتسناو الدول اللي كتعيش الحروب بحال أوكرانيا أنها تعتقنا من الأزمة، وهذا الشيء في سنوات قبل، أما دابا مع الجفاف أمور غدا وكتمطر. هذه الرسالة مفادها أن تلقات واحد لافاريتي واحد الصنف ديال الكورجات ديال القرع الأخضر اللي أصلها من تمري. منطقة كاينه في جنوب المغرب بالضبط في النواحي ديال اكادير، واللي كيرجع للتاريخ ديالها الايام تمازغه، بمعنى انها حتى الاسم ديالها امازيغي الى غير ذلك. فانا اول ما شفتها قلت لي خصني نخدم عليها. اول مشكل اشنو هو؟ تحبست في الديوانه وخص لابد ان ناخذ ترخيص من عند لونسا باش ندخلها. بطبيعه الحال بعد مجموعه ديال الجرجير هذه صنف مغربي تم الرفض ورجعت بلاصتها، اضطرينا ان ندخلوها بالباليزة بطرق اللي هي كتعتبر غير شرعيه باش ندخلوا بذور شرعيه في الاصل ديالنا اللي هي ديالنا. واللي الغريب في الامر هو ان 12 حبه اللي قدرنا نحصلوا عليها اللي يلاه شي 4 ولا 5 اللي قدروا هذه لان بقات واحد المده حنا كنقلبوا على هذا تاع الصلاحيه ديالها ضعفت. وهذوك ثلاثه الحبات ملي خدمنا عليهم لقينا عندهم واحد الانتاج خيالي. علاش؟ لان الذاكره الجينيه ما كتنساش، لان ماشي بذور اللي صايبات في مختبر اللي عندها ذاكره ديال 10 سنين ولا 15 عام، وانما بذور اللي طويله قبل ملي كنهضروا على الكينوا على شط المغرب، لان بوليفيا حاربت هذه البذور المعدله الجينيه اولا البذور الهجينه، وبالتالي 3000 سنه هما كيديروا موسم بحال هذا. 3000 سنه هما كيديروا موسم في بوليفيا، مره كيديروا في سالاريوني كل مره كيديروا باش يحاربوا الهجوم ديال هذه البذور الهجينه، وبالتالي حافظوا على هذه الاصاله، وبالعكس بدعوا انهم قسموا على حساب المنطقه على حساب الارتفاع الى غير ذلك. فهذا مشكل كبير كيخصنا كاملين نلقاو ليه حل. المساله اللي طرات قبيله ديال واش ممكن اننا نديروا سياده غذائيه، واش البذور عندها تاثير في هذه المساله. انا كنظن بان البذور هي الاصل في السياده الغذائيه. لا خير في امه تاكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تنسج. هما اللي ابسط الحاجيات البيولوجيه ديالها ما قدرتش توفرها، وكتسنى دول اللي كتعاني الحروب او دول اخرى اللي كتمارس الاباده في شعوب اخرى انها هي اللي تعطينا البذور. ملي كنهضروا على السياده الغذائيه راه ماشي الامن الغذائي، ماشي كتعتمد فقط على السيرد، لا، السياده الغذائيه وحاجه اللي نسيناها هي ماشي ان يكون عندك البذور، لا، حتى تموين بعوامل الانتاج. شنو هو التموين بعامل الانتاج؟ بمعنى ماشي الزريعه راه عندي صافي، ولكن لا كري كنجيبو من هنا وكنجيب هذا البلاستيك باش نغطي لاسير من دوله اخرى، لا، حتى العوامل ديال الانتاج كنكون مستقل بهم، ماشي عندي الزريعه ولكن باش غادي نكبر هذه الزريعه وباش نسقيها هذا الشيء ما كنتحكمش فيه. وفي اي ظرف كان مشاكل دبلوماسيه بين بعض الدول ولا هذا كنولي انا حاصل هذا الشيء. ملي هضرنا قبيله على قضيه ديال البذور الاصيله، نشوفوا الاحصائيه شنو كتقول. الدوله الوحيده اللي وصلت الاكتفاء الذاتي اللي هو استثنائي تاريخيا اللي كيتقدر ب 80%، كاين حتى شي دوله كتوصل لهذا الشيء، 80% ديال سائر الخضروات والفواكه الاساسيه هي دوله كوبا اللي 30 عام وهي كتخدم فقط باش البذور الاصيله فقط. وعلاش هذا الشيء؟ لان حصار تاع سقوط الاتحاد السوفيتي في التسعينات، الحوايج اللي ما كيجوش بالخطر كيجو بالزز،
هذا الشيء اللي ما كانوش كيديروا المؤسسات وما كانوش كينوضروا للفلاحه في القيطه ديال الرخاء والشتاء وهذا، دابا راه كلشي ولا ينوض التجاره حكا البذور الاصيله كلشي كيجري في كاع اتجاهات الله يلقاو شي حل. الشتاء ما بقاتش الا غير ذاك، وبالتالي الفلاحه العصريه او اللي كتعتمد على المكنانه شافت الحدود ديالها، معلين ان مازالت تشوف حدود اخرى ديال المشكل ديال البترول الى غير ذلك، لان كلشي خدام بالبترول الى غير ذلك. فهاد الدوله هذه بعد 30 عام لحد الان كتشكل اعلى انتاج في العسل، حيت 30 عام بدون مبيدات. واش نعطيكم ارقام دقيقه باش نعرفوا شنو كنهضروا على المبيدات لان كنسمعوا فيهم، ولكن في 2016 احصائيات رسميه ديال وزاره الصحه علنات ان 48.6% ديال الوفيات في 2016 كاملين جاوا بناء على اغذيه وظروف فواكه اللي كتحتاج من السوق اللي فيها مبيدات. 48% ديال الوفيات بار انتوكسيكاسيون تسمم. لك ان تتخيل كاع الوسائل ديال التسمم اللي كاينه، 48% كتجي من الخضره اللي كتجي من المبيدات. 1400 صنف ديال الحشرات ديال النباتات اللي هي اونديميك اللي هي مستوطنه انتطرات باش لي زيربيسيد مبيدات الحشريه مبيدات ديال الاعشاب مشات، ما كاينهش في دوله اخرى، كاينه في شمال افريقيا فقط. اكثر من 80% ديال الاراضي لحد الان عندهم قل من 1% ديال المواد العضويه، في حين البلايص اللي ما كيشوفهم حتى شي واحد كيتجاوز السقف ديال 10%. 1% راه واحد الحاجه اللي ضعيفه بزاف. هذا علاش كنهضروا على هذا الشيء، باش ما نشدوش البذور واننا نجردوهم من المحيط ديالهم. مني كنهضر على المجال العلمي ديال الابحاث، ما يمكنش نشد بذره اصيله ونحطها في نفس الوسط اللي كتعيش فيه بذره هجينه وندير لها مقارنه، لان هذا خطا كبير. بغض النظر ان كيديروا مؤسسات كبار الى غير ذلك، هذا خطا كبير. علاش؟ حيت البذور الهجينه او المعالجه او معدله ولاديا هي عندها انتاج مشروط باش بالماء بوفره و اسمده الكيماويه لي زونغري و البيستيسيد اللي كيحميوها من الافات، لان غالبا ما كتزرع بشكل احادي وبالتالي كتهيج كاع الحشرات، لانه ما يمكنش نديروا نظام بيئي بناء على هذا النمط هذا ديال الانتاج. ولكن ما يمكنش ذات البيئه اللي فيها تربه ضعيفه نظام بيئي مختل وكنجيب فيها بذور اصيله وتنقول وراه هذه عطاتني قل من هذه، هذا خطا كبير. لان البذور الاصيله هي بذور حيه، والبذور الحيه كتخدم بالتربه وكتخدم بالكائنات المجهريه. وللاسف للاسف الشديد البذور الاصيله اللي دخلت المختبر دخلت المؤسسات وقع لها مشكل كبير وكبير بزاف. علاش؟ في المجال الصناعي كنديروا اكتار البذور ماشي انتقاء البذور، ولكن كدار بطريقه صناعيه، اي اننا كنجيبوا الزريعه وكنديروها وكنخدموها بالبيستيسيد الى غير ذلك. شنو ننتج على هذا الشيء؟ وفي المختبر شنو كندير؟ كنحطوا البذور في وضع اللي هو عقيم، ماشي لا فراخ لا نحل لا ديدان الارض لا حتى شي حاجه. مؤخرا كنشوف مجموعه الابحاث كتهضر على لا فيرتيليزاسيون سونور، الصوت ديال الفراخ كيخلي النبات كيكبروا بحسن، حيت هو كيتسمى تسميد صوتي. كيفاش بغيتي دير تسميد صوتي وانت عندك 100 هكتار ديال حاجه وحده وحتى شجره ما كدور؟ الا كنت انا فرخره ما نمشيش لهذ البلاصه. 18% فقط من البذور الاصيله اللي باقا كتعرف كيفاش تواصل مع الكائنات الحيه. علاش دوزت سنين وهي كتكبر في مختبرات عقيمه او لا كتكبر في اراضي كبيره في سوسماسا وفي اكادير باش كتنتج في ظروف اللي شبه ميته ديال التربه، لانها فيها الحرق العميق فيها المبيدات الى غير ذلك. وبعض الطرف كاع كما قالت الاستاذه اخر لا تربه. بالتالي في هذا الوضع ما يمكنش نخضعوا المقارنه ما بين البذور الاصيله اللي تم تدمير ديال الجينات ديالها اللي توارثت مده ونقارنهم بهذه المقارنه، هذه مقارنه خاطئه. اذا اشنو هو الحل باش ما نبقاوش نصوت البوس؟ اول حاجه حضرتك ذكرت المساله ديال الجينات والتعديل الوراثي، خصكم تعرفوا بان الامور كتبقى هي هي. شنو اللي كيتبدل؟ كتبدل القوانين والتعريفات. التاريخ ديال لوجيم داير بحال التاريخ ديال 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 المثليه الجنسيه، حاجه كتبدا بواحد الصوره معينه، واحد شويه كنبقاو غاديين وغاديين حتى كنقبلوها بالفن. لي زوجيم القانون ديالهم تغير بزاف د المرات، وللعلم اخر قانون تبدل في 2023 نوفمبر 2023 بدايه 2024. بزاف ديال الطرق كانت كتمارس في التعديل الوراثي كانت تعتبر اوجيم، دابا ولات كتمارس وما كتعتبرش اوجيم. بحالاش؟ شحال هذيك كنا باش نبسط بزاف ما ندخلوش في امور تقنيه بزاف، شحال هذيك كنا كنعتبروا اي جينوم
جاي من اي جهه خارج ديك النبته كيتعتبر تعديل ولادي. حتى جات الثلاثينات وصايبنا لو غيزان سون بيبان، صايبنا العنب بلا عظم. منين جبنا هذاك الجين ديال العنب بلا عظم؟ كي داير هاد النبته اصلا تفكر ما ديرش العظم، الوغ كو حياتها كلها دايره على 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 الخلافه. كيفاش تفكر ان جبناه من واحد الجينوم، واحد الجين اللي كاين في واحد الصنف ديال الروز. ديك الوقيته كانت تعتبر كارثه هاد العنب هذا و اوجير. دابا شكون فينا اللي ماكلاش؟ ما عرفتش واحد سال خلصو غالي. الا رجعنا للكتب ديال اسيا مثلا فوكو يوكا، كتابات اللي كان كيكتب في 50 و 1960 كان كيتعتبر هذه جريمه وكتعتبر اوجيم. حاليا حتى شي واحد ما يقدر يقول لك هذا اوجيم. ملي كنهضروا على البلون بلو بيلج او لا بالاحرى ذاك العجوله اللي فيهم الزرق اللي كيجيو من بلجيكا، هذوك نطحوا كبيره في اوروبا انهم معدلين ولادين. كيفاش انت عجل كيتزاد كتكبروا شويه كيولي عندك طون، في حين الاخر راه باقي عاد كيتمشى. هذا واش كاين عندنا في المغرب ولا ما كاينش؟ هذا كاين وكيدار بار انسيميناسيون. ولكن دابا هو اوتوريزي، في حين ان كاين بعض الدول اللي رافضاه. الجينومات اللي كيجيو من الحيوانات دابا ولاو كتمنع. باش نديرو واحد البطاطا الفلاحة راه كيعرفو مزيان الفلاحة، البطاطا اللي كديرها مثلا في الليالي وكيجي لها البوتريتيس وكيجي لها بوبياض الميلديو ولويدوم إلى غير ذلك. كيفاش ولات كتجينا واحد البطاطا ما كتمرضش؟ البطاطا كنعرفو حنا ما كنزرعوهاش بالزريعة اللي هي حبة، كنزرعوها بتوبيركول، هذا خطأ حتى هو في الفلاحة. حيت جا واحد الجينوم من طوبة شرف الله قدركم اللي حيت كتعيش في لي زيغو كتقاوم بزاف ديال الفطريات، اللي لقاو بان كتقاوم حتى داك الفطريات ديال الشامبينيون اللي كيتبدل لنا داك بوبياض، وبالتالي خدينا هذا الجينوم هذا ودخلناه في البطاطا باش بقينا كن. هذا اللي كان ممنوع دابا الحين ولا كاين تساهلات، ممكن ان الا جبنا شي جينوم من شي نبته ودخلناه ماشي مشكل. 2023 كنهضرك على شهر 11 2023، الان جي تي تقنيه اللي كانت محرمه دابا ولات الدنيا هانيه في التعديل الوراثي. الخطير اشنا هو؟ يعني كنهضروا على الكيز 9، التكنولوجي ديال لوجيم الكيز 9، الناس اللي كيديروا الابحاث يعرفوني مزيان علاش كنهضر. هي تقنيه حديثه ولكن تجردات من الاوجيم، وبالتالي ابتداء من نوفمبر 2023 ما بقاش كيفرضوا على الشركات اللي كدير التعديل الوراثي انهم يكتبوا انها معدله وراثيه. حتى باش نسد هذا القوس ما نزيد نديطايي به بزاف وما نديرش لكم الرعب. الحاجه اللي بغيت نقول لكم هو حنا تيقول لك وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر، داؤك منك وما تشعر ودواؤك فيك وما تبصر. حنا اللي فينا المرض وحنا اللي عندنا الدواء، وبالتالي هذه القطيعه اللي ما بين المؤسسات ما بين الفلاحه ما بين المستهلكين خصنا نحيدوها. علاش؟ لان هذا الفكر الميكافيلي ديال فريق تسود غير كيزيد يطعم هذا اللوبي ديال البذور، ماشي البذور انما ديال المشاكل البيئيه. الناس اللي قدروا يفهموا بان راه في الاتحاد قوه قدروا يمشوا بعيد. وهنا كنخص الذكر التجربه ديال لينغا ديال فرنسا، الوقيته اللي كانوا كينبذوا هذا الفكر الايكولوجي وكيبان لهم واحد الناس سخون عليهم راسهم وجاوا بغاو يديروا واحد النمط جديد وكذا، في حين حنا عندنا مختبرات عاليه بالدقه وكذا وشكون غادي يوصل لنا الى غير ذلك. لقيتها اللي خرجوا من البرج العاجي وحيدوا البلوزه البيضاء ولبسوا البوط ومشاو لو تيران وتلاقاو مع لا فيرم دي بيكروان، جوج ديال الفلاحه اللي اصلهم اصلا ماشي فلاح، دي نيو بيزون بحالنا. كان عندنا ماضي في الاعلاميات، كل واحد منين جاو في الاخر فهم بان الحياه ما غاداش في داك الاتجاه ومشاو لمجال ديال الفلاحه. قدروا في 6 ديال السنين ان يديروا اول تجربه ماشي مخبريه انما تجربه في ارض الواقع. ان 6 سنين حولوا لي لوكو دوك البيرو وداكشي كلشي خرج وجاو تحطوا في الفيرما، واي حاجه كتدخل اي حاجه كتخرج كتعبر، باش كنبدو الفكره ديال اننا ما يمكنش نوكلوا 7 ديال المليار ديال الناس بالفلاحه البيئيه. في الحين انا الناس نهار الاول كانوا تيقولوا حنا كنتجو غير الدوبل ديال الكونفونسيونيل، ورا 6 سنين ديال التجارب تفاجئوا انهم يقدروا ينتجوا 10 ديال المرات، ولكن بنظام بيئي محكم. هادشي كان ممكن انا نلقاوه في كتاب فيه تقريبا شي 1000 صفحه مقسم على 3 سميتو فيف افيك لا تيغ، العيش مع الارض. ما يمكنش نجيبوا حلول صناعيه للمشاكل البيئيه، المشاكل البيئيه حلولها كاينين في الممارسات البيئيه.
اذا بلا ما نطول عليكم، هذا هذه مبادره رائعه جدا. حنا بطبيعه الحال كنخدموا على التراكم، ما يمكنش 50 عام ولا 60 عام ديال التضمير راني نحلوها في 50 ولا 6 سنين. خصنا نعرفوا بان حنايا غير واحد لابينه باش غادي يجي التراكم من بعد. الحمد لله ان كاينين بعض الظروف اللي بينات الحقيقه، ظروف اللي قاسيه بحال لاوس دي بري، الثمن ديال لي زونغري اللي غلا الى غير ذلك، وبالتالي النجاعه ديال هذو البذور الاسمده ما بقاش كتبان في ارض الواقع لان محدوده بالتساقطات الى غير ذلك. فهنا كنشجع وكان نوه بهذه المبادرات هذه اللي على الاقل كتخلق ذاك الشبكه. حنا لينغا ولونصا الى غير ذلك كنا شحال كنقلبوا فين نتلاقاوكم، دابا ولينا كنتجمعوا في عرس واحد كنجمعوا. هاد اللقاءات هادو كيخصهم يكثروا حيت هما اللي خلقوا مجموعه ديال الشراكات باش نديروا شي حاجه لمجموعين باش ننفعوا بها الامه ديالنا. شكرا. السلام عليكم. Après un si beau discours, qu'est-ce que j'ai à changer les lois, il faudrait qu'il y ait une acceptance ici. Quand on s'asserra ensemble pour faire avancer les choses. Donc moi j'ai mis les feux. لان كنلقى دائما مع المشاكل كنلقى واحد السوغير كيفاش كنضحك كنضحكو كنعيشو هادشي ما لقيتوش واحد لقيتوش المانيا وفي العالم كله ولكن خصنا نمشيو نيشان دونك ما غنهضروش كاع غنخدمو بعدا على كلنا متفقين على الاهميه ديال البذور الاصيله. لو سيستيم سومونسيير في المغرب فيه جوج ديال فيه لو سيستيم فورمال اي لو سيستيم انفورمال. مالوغوزمون هاد لي سومونس بيزان تيدخلو في لو سيستيم انفورمال. دابا شنو هي الخطوه الجايه؟ انا تنظن هي يخلق الواحد واحد كادر جوريال، يخلق واحد الغيزو اللي في اطارو نحاولو نخلقو مؤسسات او جمعيات يجتمعوا معنا الفلاحه اللي يكونوا ياخذوا لي بيونيي اللي من خلالهم نشأوا هذه المؤسسه تكون مؤطره لتحقيق الجوده ديال البذره باش من بعد ناملوا انها تكون مؤسسات ريغلومونتير وتكون عندنا اون ملتيبليكاسيون دو لا سومونس بيزان كي بوغي اتر كوميرسياليزي ليغالمون dans les marchés locaux. Donc, c'est l'idée. Merci. Merci. النقاش كان فعلا غني جدا، وكاينين تبارك الله المؤسسات كثارة والفلاحة. ماذا بيا كما قلتي سي الإدريسي يكون كان كانوا فلاحة أكثر. وكنظن بأن الحضور القليل ديال الفلاحة ماشي هو ناتج فقط عن اللغة، ولكن مجموعه الفلاحه ما كينخرطوش، لان حنا كجمعيه كان ماذا بينا نشتغلوا مع الفلاحه الصغار، ولكن ملي كنظموا شي حاجه فئه قليله اللي كتجي، يعني حتى الفلاح خصو ينخرط حتى هو في هذا العمل، ماشي غير يبقى يتسنى اننا نجيبوا له الحاجه حتى لعنده. انا متفقه مع السي المداحي، راه ما يمكنش تبقى تدق على الفلاحه باب، يعني مازال ملي كيتخلقوا تعاونيات وكيكون واحد يعني البورت بارول ديال التعاونيه راه كتقدر توصل لمجموعه الفلاحه، ولكن الا ما كانوش الفلاحه مجموعين راه ما يمكنش نمشي عندهم واحد بواحد. غادي تسمحوا لي غادي نختم هذا اللقاء بواحد الكلمه اللي احنا كجمعيه منخرطين في هذا الانتاج ولا الاكثار ديال البذور الاصليه منذ سنوات، وقمنا مجموعة ديال التكاوين الفلاحة اللي هما منخرطين معنا كيفاش يكثروا البذور. هو تاريخيا الفلاح كان كيخلي ديما واحد شوية زريعة العام الجاي، وربما السي محمد فينا هو بالحرشة من الناس اللي حافظوا على مصطفى، ولكن الوالد ديالو من الناس اللي حافظوا على لو ساكل منذ سنوات. يعني ماذا بنا اي فلاح عنده شي زريعه يحافظ عليها، هذا هو الهاجس والهدف ديالنا من مجموعه التكاوين اللي قمنا بها. وحنا كذلك مستعدين كجمعيه يعني اننا نديروا شراكات مع مجموعه المؤسسات. اتصل بيا، انا ديجا اتصلت بالناس اللي كاردا
ووعدوني انهم غيعطيوني لي سيمونس اللي عندهم في لا بانك دو سيمونس. يعني هذوك لي سيمونس غيكونوا ا ديسبوزيسيون ديال الفلاحه ديالنا اللي بغاو يكثروهم. دونك غيكونوا فعلا قالوا لي انهم في عندهم كميات قليله، ولكن حنا نقوموا فقط بالاكثار في عين مكان. التصبيه كذلك، وكانوا عندي مجموعه ديال يعني النقاشات مع استاذ بكاوي ديال لو ديريكتور دينا، وتا هو مستعد ان يدير يعني ا ديسبوزيسيون ديال لوريا يعني لي سيمونس اللي عندهم في لا بانك دو سيمونس، ومستعد يشتغل معنا في اش كنسميو الفلاحه الحرجيه ولا لاكو فورستوري في لي سيمونس ريزيدون. دونك كاين شراكات اللي غيخرجوا ان شاء الله، وحنا بابنا ديما مفتوح، مستعدين كذلك ان نشتغلوا الى بغينا نشتغلوا على قوانين. احنا اون اوفير ا توت لي اوبسيون، واي باب واي حاجه كتعلق بالفلاحه الايكولوجيه والبيئيه واللي كتهم واحد الفلاحه اللي هي مستدامه، اي حاجه كتعلق بالاستدامه احنا مستعدين نشتغلوا فيها. ودابا الا سمحتوا لي غادي نخليكم تقوموا بواحد الزياره لي ستاند اللي فيهم زريعات. الناس جايين من جميع المناطق، عندنا الناس ديال لوريونطال جاونا من لوريونطال بزريعه ديالهم، عندنا الناس ديال براشوا، عندنا الناس ديال سهول، الناس ديال تيفلت. دونك عندكم قبل وجبه الغداء عندكم واحد السويعه باش تقوموا بالزياره وتزوروا ديال بورصة البذور ولا كنسميوها حنا موسم الزريعة من بعد الغداء. وفي العشية ان شاء الله غادي نديروا واحد طاولة مستديرة حول غيكونوا فيها فقط الفلاحة من جميع منطقة المغرب، غنهضروا على يعني غنديروا ان تيمونياج كل فلاح يهضر على المشاكل اللي كيعيش فيها بارابور الزريعة وبارابور الاستدامة وكيفاش كيشوف. دونك غتكون في العشية ان شاء الله. وكاين واحد الورشة اللي بغى مالوغوزمون ما عندناش اطفال، كنا بغي نديرو ورشة الاطفال ولكن غتكون ورشة الكبار. يعني كيفاش انك تنتج عندك واحد مطيشة كتبغيها، كيفاش تاخذ الزريعة ديالك منها. غيقوم بها ربما الاخ جهاد هو اللي غيقوم بهذيك الورشة. وشكرا. دونك فو بوفي فيزيتي لي ستوند دي بورس دو سيمونس.